متابعي الماروكات للسبور داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، كنقول لكم السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي لهذا اليوم. كنشكركم على الدعم، على البارتاج، على التعليقات ديالكم. كنتمنى منكم كالعاده تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتضغطوا على زر الاعجاب وتعطونا الاراء ديالكم في التعليق، والناس اللي مازال ما اشتركاش فكنتمنى منكم ايضا تشتركوا في القناه وتدعمونا في هذا المحتوى هذا. وغادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو الاخبار ديالنا اللي غنهضروا فيها على جديد الميركاتو ديال فريق الرجاء البيضاوي، غنهضروا فيها على الخرجه ديال الابراهيمي، غنهضروا فيها ايضا على شنو وقع في المدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي وعلاش ما بقاش كتفرق لينا اللاعبين، وغنهضروا ايضا على طريقه ديال السير ديال فريق الرجاء البيضاوي. على بركه الله غادي نبداو اخبار ديالنا اللي غادي نبداو نهضروا اللي غنهضروا فيها اولا على السوق ديال الميركاتو ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي مازال ما انتهاش، وتاكد رسميا ان الرجاء البيضاوي وفريق العين الاماراتي كاين واحد اتفاق بيناتهم، لكن ما كاينش عقد رسمي باش نكونوا واضحين. الاتفاق هو ان العين الاماراتي غتقوم باعاره اللاعب ديالها للاسم ديالو جون ساويليندو، اللاعب كيبلغ 20 سنه، اللاعب جاي اعاره، ليس هناك اي بند ديال الشراء باش نكونوا فاهمين. الناس اللي كينتقدوا الرجاء على حساب الصفقه ديال المبارك، علاش الرجاء عاوتاني ما دخلهاش فيها باش نكونوا واضحين، الصفقه ديال المبارك مع العين الاماراتي، فاللاعب جاء الفريق الرجاء البيضاوي فابور باش نكونوا فاهمين. كانت الفريق العين الاماراتي اللي كان كيخلص اللاعب، المستحقات ديالو كامله كياخذها من العين الاماراتي، ما كانش الرجاء البيضاوي كتدفع ليه حتى شي اجر شهري ديالو باش نكونوا واضحين. الناس اللي باقيين كينتقدوا كيقولك علاش سمحتي في مبارك ومشى الفريق الوداد البيضاوي، الوداد البيضاوي خدا اللاعب اعاره وبالمقابل باش تكونوا فاهمين اللاعب ما مشاش فابور الوداد البيضاوي، العكس اللي كان جا الفريق الرجاء البيضاوي فكان الرابح الاكبر من هاد الصفقه هذه هي الرجاء البيضاوي، لان خدات اللاعب فابور اعطى معها اللي اعطى، الان راه مشى العين الاماراتي، والاخبار اللي كتروج انه كاين عقد قد يكون ما بين فريق العين الاماراتي وفريق الوداد البيضاوي بخصوص مبارك، والعقد غادي يكون عقد مادي لانه غادي يشريو العقد الاعاره مع بوند ديال شراء العقد، هذه بالنسبه للاعب مبارك. اما اللاعب اللي وقعوا له فريق الرجاء البيضاوي فماشي وقعوا له، لكن في الطريق ديال التوقيع ديالو هو اللاعب غادي يجي اعاره، المستحقات ديالو غياخذها كامله مع فريق العين الاماراتي، يعني يجي فابور لاعب مصنف من احسن الناشئين اللي كاينين في العالم حاليا، يعني هذا اللاعب ممكن يعطي الاضافه فريق الرجاء البيضاوي، ممكن انه بالفعل غتستافد على الامارات لانه غادي يجي غادي يوجد عند فريق الرجاء البيضاوي، غادي يطور المستوى ديالو، غيلعب مباريات، لكن في المقابل راه الرجاء البيضاوي اللي غتكون مستافده، علاش؟ لانها ما دفعات حتى شي سنتيم لهذا اللاعب هذا، غتستافد منه حتى في الخزينه ديال فريق الرجاء البيضاوي، ما غاديش ينهك الخزينه ديال فريق الرجاء البيضاوي. اذا الصفقه كنظن انها صفقه ناجحه، كنتمنى هو انها تتمم وانها تكمل وانها يتم التوقيع على هذا اللاعب هذا، لان الرجاء البيضاوي حاليا محتاج راس حربه باش نكونوا واضحين، محتاج راس حربه وخاصو مازال يبحث على راس حربه اخرى. هنا كنقدروا نقولوا ان كاين مفاوضات حاليا ما بين فريق الرجاء البيضاوي ما بين الترجي التونسي، مازال ان الرجاء كطمح في توقيع اللاعب رياض بن عياد، فللاشاره فرياض بن عياد حاليا مازال في تونس كيتدرب بشكل عادي مع فريق الترجي التونسي، محطوط في اللائحه ديال المغادرين بطبيعه الحال، ربما انتقال ديالو الرجاء البيضاوي طلع من الاسهم ديالو، وهذا كان خطا كبير من عند الاداره ديال فريق الرجاء البيضاوي، لان في الوقت اللي قالوا ان اللاعب خداو بواحد الثمن بسيط جدا وان كاين هناك بون ديال الشراء، فمن سال العقد ديالو اكتشفنا ان اللاعب ما عندوش في البون ديالو عقد ديال الشراء، العقد ديالو، فاكتشفنا انه كان غير فقط اعاره فقط. فكنتمنى من المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي في اي صفقه يكونوا واضحين مع الجمهور ديالهم، يكونوا واضحين مع الاعلاميين ديالهم، باش ما نبقاوش اننا نكتشفوا ان اللاعب راه مازال ما خداش، لان شحال من بيان ديال فريق الرجاء البيضاوي كياكد انه فك شي مشكل بالتراضي، فاذا بعد سنه او سنتين كنلقاو نفس المشكل باقي عند فريق الرجاء البيضاوي، انه كان فقط
ببيان تضليلي كيضلل به الجماهير ديالو. على العموم الصفقه ديال رياض بن عياد وبين فريق رجاء البيضاء والترجي التونسي مازال معقده، لان رياض بن عياد يطالب بالمستحقات ديالو كامله، وفريق الترجي التونسي كيعاني من ازمه ماليه خانقه بحالو بحال فريق الرجاء. باش نكونوا واضحين، الترجي التونسي كيعاني من واحد الازمه ماديه خانقه اللي ما قدرش انه يعطي المستحقات الكامله للاعب رياض بن عياد. الان رياض بن عياد كيتدرب بشكل احترافي بشكل قانوني، ما بغاش يدير شي خطا جسيم انه ما يجيش للتدريب او يشوف هو كيتدرب، رغم انه غير معتمد عليه من طرف فريق الترجي التونسي. فريق الترجي التونسي كيتمنى انه يجي يفسخ معاه العقد بالمجان، فهنا رياض بن عياد رافض انه يفسخ العقد بالمجان. فكنظن انه كاين خطا تقديري عند رياض بن عياد، يعني يكون فسخ العقد ديالو بطريقه ردائيه مع فريق الترجي التونسي، كان غادي يوقع مع لا سوى الراجا ولا اي فريق، لان الاسهم ديالو ارتفعت. الان دابا كيحطم المسيره ديالو او المسيره الكرويه ديالو هذه السنه كيحطمها، بسبب انه ما باغيش انه يسمح في المستحقات ديالو فريق الترجي التونسي. هذا شان ديالو داخلي ما نقدروش ندخلو فيه، لكن حبذا لو كان على الاقل لقى واحد الطريقه وديه مع الترجي التونسي ومشى يقلب على راسه شي فريق اخر. على العموم ملف ديال رياض بن عياد مازال ما انتهاش، واداره فريق الرجاء البيضاء مازال داخله في الصفقه، ومازال انها تطمح انها توقع اللاعب رياض بن عياد. اما بخصوص الخرجه الاعلاميه اللي كان خرجها المسير السابق اللي استقل من سياده فريق الرجاء البيضاوي عبد الاله الابراهيمي، فصرح وقال في واحد التصريح في هاد 48 ساعه غتكون حاسمه في المسير ديال نادي فريق الرجاء البيضاوي. وقال ايضا في حاله ديال تم رفع المنع بشكل رسمي راه غادي يكون خير ان شاء الله، وغادي يداروا الانتدابات في المراكز ديال الخصاص اللي حددها المكتب، اللي ما بقاش فيها شي مهاجم او مدافع، فهمتيني؟ هادو هما اللي كيحدد، هو كيقول لك انه خاص يكون مهاجم او مدافع. وقال ايضا للاسف، وهذا هو اللي ما تقبلتوش، للاسف الا ما ترفعش المنع من هنا اليوم الجمعه فالانتدابات الجديده غادي تمشي بحالها. دبر على راسها، حيت السبت والحد ما كاينش خدمه، واثنين وثلاث كاين عيد المولد النبوي. فالتصريح ديال عبد الاله الابراهيمي كان تصريح واضح، كان فيه ما كانش المجامله، ما كانش النفاق، كانت خرجه اعلاميه كما كنقولوا موفقه. هادشي اللي باغي فريق الرجاء البيضاء وبغى الحقيقه، راه ميمكنش انك تكون عندك ازمه ماليه والتفير في فريق الرجاء البيضاء. وحنا عارفين فريق الرجاء البيضاوي الطريقه ديال انه فقط غير بالاسم تقدر تجيب واحد المليار ولا جوج المليار، راه بالاسم ديال فريق الرجاء البيضاء، فما بالك بانك في السيب البطوله وفي السيب كاس العرش، عندك الفلوس دخلات. باش نكونوا واضحين، ما غاديش نقدروا نلومو عادي الهاله في هذه الظرفيه هذه اكثر ما غنلومو الفتره اللي فات اللي فازت فيها فريق الرجاء البيضاء ب 17 مليار، كانت هذيك هي الفتره اللي هرست فريق الرجاء البيضاء بكل صراحه. باش نكونوا واضحين، يعني كون كان حتى باقيين دابا النص ديال اللعابه او اكثر من الفتره ديال 17 مليار فهم ما خداوش المستحقات ديالهم. لو بغينا نعطيكم الاسماء نعطيكم الاسماء، ميتولي، الحداد، العرجون، الحفيدي، القائمه طويله يعني ديال الناس اللي ما خداوش المستحقات ديالهم في الفتره اللي خصها ياخذوا المستحقات ديالهم. بغينا نعرفوا فين مشات 17 مليار اللي خص لي اغلب الصفحات الرجاويه ما بقاوش كيبغيو يهضروا على هذا الموضوع ديال 17 مليار، لكن هذه هي التهريسه اللي تهرست فيها فريق الرجاء البيضاوي. ما عندناش مكتب مسير محترف، ما بغيناش نقولوا كاين اختلاسات، ولكن كنتمنى من الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، هي الواسطه على كره القدم والواسطه على الفرق الوطنيه، انها دير واحد اللجنه ديال تقصي الحقائق وديال المراقبه، وتراقب جميع الانديه بما فيهم الرجاء البيضاوي، وخصها تبدا بالرجاء البيضاوي اولا. واي مسير واي منخرط
اكتشف انه اختلس ولو درهم واحد من ميزانيه ديال فريق الرجاء البيضاوي خصو يتحاسب ويتقدم العداله، لان هذا الشيء هذا ما خصوش يبقى فريق الرجاء البيضاوي، هذا الشيء ما خصوش يبقى، هذا الشيء خصو يتنقى، لان الفلوس اللي كتدخل فريق الرجاء البيضاوي راه فلوس كثيره وكبيره، راه ما يمكنش يوقع هذا التسيب في المال ديال فريق الرجاء البيضاوي ونبقاو عايشين سلسله ديال الازمه الماليه، راه ما يمكنش. باش نكونوا واضحين، عندك التيران ديال الوزيز فين كتريني، عندك في قاعات، عندك الاكاديميه، كنسول السي عادل الهاله علاش مشيتي درتي الجمع العام في لوطين، علاش كتزيد في المصاريف ديال فريق الرجاء البيضاوي من عندك انت الاكاديميه وعندك الوزيز، كان عليك دير الجمع العام في هاد البلايص هادو، اكاديميه فيها قاعات، الوزيز فيه قاعات، علاش انك ضروري خصك تمشي تشد اوتيل ديال ايدو الالفا وانت بحاجه لهاد السيوله الماديه؟ فبغينا نشوفوا شحال غادي تقام هاد الجمع العام، 20 مليون 30 مليون كان من الاحرى انك تعطيها لشي لعاب باقي كيتسال وتفك معاه. فهنا كاين واحد الخطا، هنا كاين ما كاينش داك السلطه التقديريه ديال التسيير انه يكون تسيير احترافي، ف عدم استغلال المنشات الرجاويه ما كاينش حتى هو. باش نكونوا واضحين، انك عندك جمع عام غتنتخب فيه رئيس، كعليك ديرو في الاكاديميه، على الاقل دير جمع عام في الاكاديميه كما جا بودريقه، جا من الاكاديميه كما البدراوي كان كيدير جميع الانشطه في الاكاديميه ديال فريق الرجاء البيضاوي، فكان على الجمع العام هذا كان عليه ما يدارش في الاوتيل بلا ما نسمو اسم الفندق، لكن ما يدارش في هذا الفندق، هذا يدار في الاكاديميه احتراما للمنشات الرجاويه اللي كاينين. حنا كنشوفوا الان ما كاينش واحد السير، ما كاينش واحد، كاين اخطاء تسييريه ماديه كتكلف خزينه الرجاء البيضاوي اموال طائله، يعني الرجاء البيضاوي في حاله هنا خاصه تقشف، خاصه دير ترشيد ديال الموازنه ديالها، خاصها تعرف كيفاش فين يتسيروا الفلوس، فين يتسيروا المال، فين غادي يتصرف بهذا الاخص، هذا الميزانيه ديال الرجاء البيضاوي فين خاصها تصرف، خاص يكون واحد الترشيد ديال النفقات، فاذا بك كتشد جمع عام كديرو في فندق، وهذا الفندق يقدر يحسب عليك حتى 30 مليون ولا شوف 20 مليون، ما عرفناش الثمن شحال غيتحسب عليك. فهذو هما الاخطاء اللي قام بهم عادل الهاله، ما خصوش يقوم بهم. على العموم كنتمنى الفتره ديالو تكون فتره ديال النهايه الحقيقيه ديال الازمه الماليه لفريق الرجاء البيضاوي، ويكون واحد ديبار زوين لفريق الرجاء البيضاوي، لان كرجاويين عينا من هذا المصطلح ديال الازمه الماليه لفريق الرجاء البيضاوي، عينا منها ما خصهاش تبقى بكل امانه وبكل صراحه. الا بقينا غادي بحال هكا فغادي يكون النموذج ديال فريق بوردو الفرنسي هو اللي غادي يلبسوا هذه المره فريق الرجاء البيضاوي بثوب البطوله المغربيه، وغادي نشوفوا الرجاء راه مشات الهوات. حنا دابا شفنا بوردو الفرنسي راه هو كيلعب في الهوات، للاسف ما بغيناش هذا النموذج يطبق على فريق الرجاء البيضاوي، لان ما عندناش مسيرين اكفاء، ما عندناش، عندنا منخرطين ماشي كلشي، لكن كاين واحد الاغلبيه كيعطيو لفريق الرجاء البيضاوي، منهم الابراهيمي اللي عطى تقريبا 100 مليون سنتيم من المال ديالو الخاص كيسلفها كسلف لفريق الرجاء البيضاوي، عندنا الحاج ميمون البلغيتي اللي قدم اكثر من 600 مليون سنتيم لفريق الرجاء البيضاوي كهيبه، بودريقه حتى هو 600 مليون كهيبه، البدراوي عطى اكثر من مليار كهيبه لفريق الرجاء البيضاوي، منخرطين كيعطيو حتى هما من المال ديالهم كيجمعوا، لكن كاين واحد المجموعه ديال المنخرطين وراهم معروفين انهم الشغل ديالهم الواحد هو ان الرجاء تبقى في هذه الازمه الماليه وتبقى دائما كتعيش وسط هذه الازمه الماليه هذه، وهذا راه واقع والناس راه عارفينه، وراه كاينين منخرطين كيجيبوا اللعابه لفريق الرجاء البيضاوي، وراه الصداع دابا على قبلاش، على قبل بعض اللاعبين فرضوهم بعض واحد المجموعه ديال المنخرطين، وهادو هاد المنخرطين فهما عايشين على ظهر فريق الرجاء البيضاوي بسبب هاد الصفقات هادو. فما بغيناش نبداو نسميو، ما بغيناش نبداو نعطيو الاسماء ديالنا بالاسماء ديال المنخرطين اللي كيديروا هاد الاعمال هادي، فكنتمنى ان هاد المنخرطين يتم التشطيب عليهم او يتم الاستقاله ديالهم من هاد من فريق الرجاء البيضاوي، ويبقاوش ينخرطوا فريق الرجاء البيضاوي، لان فريق الرجاء البيضاوي تنهك بهذا النوع ديال المنخرطين اللي هما ما عرفناهم واش منخرطين
واش محبين فريق رجاء البيضاوي والسماسرة ديال كرة القدم، لأنهم عندهم علاقة كبيرة مع السماسرة ديال كرة القدم. فمن إذا جينا نشوفوا من 2015 حتى 2024 فغتشوفوا الكم الهائل ديال الصفقات الفاشلة اللي وقع لهم فريق رجاء البيضاوي، وتم للأسف تهميش مدرسة فريق رجاء البيضاوي للأسف الشديد. فأول قرار خصو يديرو الرئيس لمرتقب أنه غادي ينجح بالتزكية وعادل على لغياب المنافسين، فهو خصو يحل هاد المشاكل هما الأولين العاجلة، ويبني مدرسة فريق رجاء البيضاوي بالأطر الحقيقية ديالها، لأن مدرسة فريق رجاء البيضاوي كتعاني مشكل كبير جدا، وكتعاني من أزمة ديال التأطير، لأن ما كاينش مؤطرين للأسف، ما كاينش مدير تقني اللي قدر أنه يسير فريق رجاء البيضاوي بطريقة احترافية ويطلع لك جيل وينقب لك على أجيال اللي جاية قبل. فالخدمة اللي كنا كنشوفوها حنا مع الإطار السابق فتحي جمال اللي كان سبب في اكتشاف مواهب كبيرة فريق رجاء البيضاوي، نعطيكم أبرز اللاعبين اللي اكتشفهم فتحي جمال، أولهم اللاعب ياجور، اللاعب أيضا أمين الرباطي حتى هو كان من اكتشافات ديال المدرب جمال فتحي، أيضا مروان زمامة اللي جابوه من سلا، أيضا اللاعب هشام أبو شروان حتى هو كان من اكتشافات ديال اللاعب ديال فتحي جمال، العلودي أيضا اللي جا من القارة، أيضا اللاعب المعروف عن فريق الرجاء البيضاوي والجماهير ديالها بكشكوشة، وأيضا أحسن ظهير أيمن اللي داس فريق الرجاء البيضاوي سامي تاج الدين، وأيضا اللاعب عبد الصمد عبد الواحد، وأيضا اللاعب داودي، وقائمة طويلة جدا من بينهم فتاح، من بينهم أيضا نجم فريق الرجاء البيضاوي والجماهير ديالها الصالحي، أيضا اللاعب زكريا عبوب ومحبوب الجماهير ديال فريق الرجاء البيضاوي والنجم ديالها صوفيا الرحيمي، وأيضا الدبروين ديال فريق الرجاء البيضاوي زريدة. هادو كان من اكتشافات ديال فتحي جمال، هو اللي كان السبب أنه شوف شحال تقريبا راه فرقة طلع لك فتحي جمال مواهب كبيرة اللي طلعهم فتحي جمال، للأسف ما استفدناش من التجربة ديال هاد الداهية، لكن دول الآن أصبح عنده عقد مع دول مع الجامعة الملكية، إن لم يخب ما خانش التذكير، يعني هو الآن غادي يكون منقب، وأيضا غادي يأثر المؤطرين وغادي يكتشف المواهب. فكنت منه ليه حد سعيد، لكن إدارة فريق الرجاء البيضاوي واجب على البحث عن مؤطر ومنقب في نفس الوقت. فإدارة فريق الرجاء البيضاوي خصها تصلح المدرسة ديال فريق الرجاء البيضاوي، أول شيء خصها ديرو هو دير شطاب لجميع المؤطرين الحاليين اللي كاينين، وتجيب مؤطرين من اللي عندهم دبلومات مشهود لها من طرف الفيفا، تبعد عليه هذوك اللعابة اللي دازوا فريق الرجاء البيضاوي اللي كيعطيهم فئات سنية كيتكرفسوا عليها. فخاصوش يبقى هاد السياسة ديال حتى لعاب ضريف الله عمره دار اجي نعطيوك هاد الفرقة خدم فيها، ما خصهاش يبقى هاد القضية هادي. فللأسف حنا شفنا فريق الأمل ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كيدربوا رشيد سليماني، النتيجة أمامكم، ولا لاعب يستحق أن يلعب في الفريق الأول باش نكونوا واضحين، حتى شي لعاب ما كيستاهل يكون يلعب في الفريق الأول ولا حتى في الفريق الأمل. فشفنا كوارث لا فريق الأمل لا فريق ديال 19 سنة، فما يبقاوش الناس يخرجوا يبداو يدافعوا على هذا الفريق. راه شوف اللاعب راه انفوا كيبلغ من العمر 17 سنه خصو يكون لاعب بروفيسيونيل، لاعب اللي تحطوه مع الكبار يدخل يلعب في التيران، ما بقاش ديك الحوجه ديال مشروع لاعب حتى كيبلغ 25 سنه، الا بلغ 25 سنه خصو يعتزل. هادشي اللي كاين في الاخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم تعطونا الاراء ديالكم، يعني لا في اللاعب اللي غادي يجي اعاره من العين الاماراتي، لا في المفاوضات اللي تجدات ما بين فريق الرجاء البيضاوي وما بين رياض بن عياد. لو تعطيونا ايضا الراي ديالكم في الخرجه الاعلاميه اللي كانت امس ديال المسير والمنخرط الرجاوي المعروف عبد الاله الابراهيمي، وايضا تعطيونا الاراء ديالكم في الرئيس عادل هاله، واش كتظنوا انه غادي ينجح في التجربه ديالو
ديال الرئاسة اللي كيقيدها اللي غادي يكون هو القائد ديال فريق الرجاء البيضاوي. على العموم هادشي اللي كاين في آخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي، كنتمنى منكم كالعادة دعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء.